طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بقى ننطلق للمرحلة الثالثة. احنا كده في ثالث فيديو، احنا في ثالث فيديو. احنا دلوقتي رفعنا فيديو من فترة بتاع حل الأسئلة الريتايرد الجديدة بتاع سيكشن A، وبنرفع دلوقتي بتاع سيكشن B، ودلوقتي إن شاء الله نكمل الفيديو الثالث في حل سيكشن C. سيكشن C بيغطي من الأسئلة من بداية من بيج 11 السؤال رقم 30 لحد السؤال قلنا كام؟ 46. ماشي تمام الحال؟ طيب هيا بنا. اول سؤال، سؤال سهل جدا. بيقول لك ايه الدايركت ليبر افيشنسي فاريانس؟ الافيشنسي فاريانس الفرق ما بين الكميتين، الكميه المعياريه عند حجم الانتاج الفعلي مع الكميه الفعليه من ايه؟ من ساعات النجار. دور ده كلام كويس قوي. انت النهارده حاطط في البادجت هتنتج كام كرسي؟ لا، سبع سنين الشركه انتجت اوريدي سبع 7500 كرسي. طب ده كلام جميل جدا. الليبر بيقعد حوالي ساعه الا ربع، يعني 75% من الساعة عشان خاطر يطلع لك كرسي، وبياخد تمام ساعة معياريا 16 دولار. دولار النجارين اشتغلوا كام ساعة خلال الشهر؟ 5500 خمسة ونص. طب هم المفروض يشتغلوا كام ساعة؟ ركز في البوق اللي هقوله ده. أنت المفروض سيادتك بتعمل حاجة اسمها فليكسيبل بادجت. مظبوط الفليكسيبل بادجت بتعبر عن ما تم إنتاجه فعليا، فعليا بالساعات المعيارية. تمام طب انا النهارده ناخده على اكسل عشان نخلص. انا النهارده انتجت كام كرسي فعليا؟ 7 600. كل نجار بياخد معياريا كام ساعه؟ 75% من الساعه. تمام فالمفروض ان معياريا النجارين يشتغلوا كام ساعه؟ 5 700. 5 اشتغلوا كام ساعه فعليا؟ 5 500 يبقى بسم الله الرحمن الرحيم الاجابه بي ودي غلط، لانه كاتب لك unfavorable. تمام الناس هنا ما شاء الله اشتغلوا ساعات اقل ب 200 ساعه. الافيشنسي فارينس المطلوب في السؤال الفرق ما بين الكميتين 200 ساعه في الريت المعياري بتاع النجار 16 دولار. تمام فيفرابل 3 200. الف الف مبروك، الاجابه ايه؟ ماشي الحل؟ تمام طيب سؤال في محترم قوي، سؤال ليفل سي. بيقول لك الشركه ديت ووز ساتيسفايد ليه؟ كانت عامله ستاتيك بادجت اصليه ماستر بادجت بتتكلم في 10000 كرسي يرموا معاها جروس بروفيت 4 مليون دولار. تمام الاكتشوال 11000 كرسي، بس برضه البوتوم لاين 4 مليون دولار. تمام فالسي اف او انالايز ذا كومبانيز بيرفورمانس باستخدام الفليكسيبل بادجت ولاحظ الاتي. يبقى انت من راس السؤال في الامتحان على يقين ان سيادتك لازم تعمل فليكسيبل بادجت يدخل بس تمام من خلال الايه؟ الحته دي بس. فاول حاجه كمقادير اعمل الفليكسيبل بادجت، اعمل فاليديشن للاجوبه هتوصل للاجابه الصح. هيا بنا. تمام هيا. طيب هنيجي هنا كده، نيجي نقول انا عندي ستاتيك بادجت اصليه مبنيه على 10000 كرسي. حلو. تمام بتتكلم في 12 مليون ريفينيو، بتتكلم في 8 مليون كوست اوف ريفينيو، كوست اوف سيلز يعني، يديك تمام جروس عامل كام؟ 4 مليون. أربعة يبقى انا الاسامبشن اللي بنيت عليها للستاتيك الاصليه كانت مبنيه على سعر بيع للوحده عامل 400 1200 دولار، صح كده؟ تمام انا بقى ايه، نشيك الموضوع شويه وثبت البتاع دي. اها. وبتتكلم في كوست اوف سيلز 800 دولار، فالجروس بروفيت بير يونت 400 دولار. تمام الشركه الاكتشوال بتاعها ربنا كرمها ب 11000 وحده، في ريفينيو 13 مليون، كوست اوف ريفينيو 9 مليون، بتتكلم في بوتوم لاين او جروس بروفيت هنا عامل 4 مليون برضه. سيادتك هتعمل فليكسيبل بادجت صح ولا لا؟ تمام الفليكسيبل بادجت عباره عن موازنه مرنه. عباره عن ايه؟ موازنه مرنه قايمه على، هنكتب هنا كده فليكسيبل بادجت، قايمه على الاكتشوال اوتبوت، تمام بس مبنيه على الاسامبشن. ركز بقى في الكلام، الاسامبشن بتاعت الاستاتيك الاصلي. الاستاذ تمام نتكلم وات شود بي كريفينيو عند حجم 11000 كرسي؟ لا، 13 200 مش 13 مليون. ده انا عندي هنا unfavorable variance اري كام؟ ألنتين اري 200000. وات شود بي كتكلفه في الفليكسيبل بادجت عند 11000 كرسي؟ 11000 كرسي في 800، المفروض التكلفه 800، 8 800. يا خبر، ده انا معايا برضو unfavorable variance في التكلفه ب 200000، وبالتالي البوتوم لاين بتاعي هنا مليون 440، والشركه عامله اكتشوال كام؟ 4 مليون فانا عندي فليكسيبل بادجت فاريانس ب 4 مليون
ب 400,000 دولار unfavorable، اجري؟ أجري كده انت اخدت فكره الدنيا ماشيه ازاي في الشركه بتاعتنا. اقرا الاجوبه. بيقول لك جروس بروفيت شود هاف بن، يعني الجروس بروفيت ايه المفروض يكون؟ 600. تعال نبص على الجروس بروفيت اهو، شود هاف بن 600 هاير ذان الاكتوال. لا خالص. مش 600، تمام ماشي؟ فالاجابه ايه؟ غلط. ريفينيو ميزد ذا بادجت جول، ادي البادجت جول وات شود بي عند الاكتوال اوت بوت، تمام ميزد ب 400 ب 200,000. اه ميزد تمام ب 400,000، ماشي الحل؟ فالاجابه بي صح. سيلز اوف 11,000 كرسي شود هاف، يعني فليكسبل بادجت، شود هاف جنريتد جروس بروفيت 4,800. لا 4,400، يبقى دي غلط. بيقول لك ذا هاير كوست اوف ريفينيو، الهاير كوست اوف ريفينيو اللي هو الايه؟ ال 13,200، ال 13,200 مقارنتها بال 13 وال 8,800 مقارنتها بال 9. بيقول لك ذا هاير كوست اوف ريفينيو، الهاير كوست اوف ريفينيو ديت ال 9 مليون مقارنتها بال 8,800 is offset by some of the positive revenue variance. لا ده للاسف ده unfavorable وده كمان unfavorable، فمفيش حاجه تعملها offsetting اصلا، تمام كله ماشي unfavorable اصلا. واضح؟ تمام تمام السؤال ده طبعا محتاج حد يكون ابو هاديه، يعمل الفليكسبل بادجت، يقيم الاجوبه، هيلاقي الاجابه قدام عينيه ان شاء الله. ده سؤال variance، بيقول لك المحاسب الشطور بتاعي عمل لي فليكسبل بادجت variance analysis بيقارن فيها الايرادات. طنط ديت ابتدت الاول قارنة الاكتشوال بالماستر بادجت الاصليه بالستاتيك بادجت بالشكل اللي قدام عينيك ده. حلو الكلام. تمام بعد كده بكاتبين ذا فليكسبل بادجت اناليسيس شوز ذات، يعني سيادتك محتاج تعمل هنا فليكسبل بادجت. فيكسبل بادجت بسم الله الرحمن الرحيم كده. لو عملت الفليكسبل بادجت المفروض ان هو يبين لك ان الاكتشوال يونت برايس، يعني سعر البيع الفعلي للكرسي، اكسيد البادجت ولا ادالك نيجاتيف فاريانس مش عارف في ايه ولا كان ايه وهكذا. فاحنا نشتغل ايه الاول بالمقادير. سيادتك هتصب هنا كده، احنا لاغراض الشرح هنكتب ستاتيك بادجت قايمه على 10,000 كرسي بريفينيو 24 مليون دولار، ماشي الحل؟ 24 مليون دولار، 2 3، يعني انت بانيها على بادجت برايس اري كام؟ 2400 دولار، 400 ماشي الكلام؟ تمام دي اللي ستاتيك بادجت الايه؟ الاصليه. تمام بقى نحط الاكشوال اللي حصل. الاكشوال كام كرسي؟ 11 ونص. 11 ونص وهنكتب فليكسبل بادجت. الفليكسبل بادجت كام كرسي مبني على الاكشوال اوت 11 ونص بس بالستاندر برايس. تمام والاكشوال ريفينيو 27,500. حلو الكلام. تمام احلامي بالنسبه لايرادات الشركه بتاعتي في المستقبل تعمل 24 مليون. انا حققت 27 ونص، ده معناها سيادتك بحسبه بسيطه بعت الكرسي بكام؟ تمام 2391 ب 2,391 دولار، وانت المفروض تبيعه بكام؟ ب 2400 يبقى انت بعت بسعر ارخص ولا سعر اعلى؟ بسعر أقل بسعر اقل. عامل كام؟ 9 دولار فرق عامل 9 دولار فرق، 8 7 و 78 طبعا لو حسبتها بالظبط. 9 تمام تقريبا 9 دولار فرق. تمام حلو، انا بقى نمشي على اجابه اجابه. اول اجابه بتقول لك لو عملت الفليكسبل بادجت ديت هتلاحظ ان الاكتشوال يونت سيلز برايس، يعني السعر بيع الفعلي ده تمام بيكسيد البادجت. الف مبروك، مش بيكسيد البادجت، ده انا اقل من البادجت. قال resulted in a negative variance نص مليون دولار versus the revenue budget. يعني ايه الكلام؟ يعني عايز يقول لك انت لو قارنت الاكتشوال ريفينيو قاري معاك كام؟ الاكتشوال ريفينيو 27 ونص، حاطط في الريفينيو بادجت اصلا كام؟ 24 24. فسيادتك عندك نيجاتيف فاريانس، لا اسف، على مستوى الريفينيو عندي بوزيتيف، فالاجابه هنا تمام ماشي حل. الاكتشوال برايسز اقل تقريبا، كاتب ابروكسيميتلي ب 9 دولار عن البادجت فعلا، والاجابه ستريت فورورد. فلو انت حتى متلخبط في الامتحان في تقييم اي وبي عندك ال 9 دولار باينه جدا انها صح. واحد يقول لي طب انا افرض ما حسبتش دي، هنقول له الاسئله اللي من النوع ليفل سي، الصعوبه ديت لازم سيادتك تمسك الاجوبه وتعملها فاليديشن.
فهنا بيقول لي في الامتحان السعر الفعلي اقل ب 9 دولار، لازم احسب السعر الفعلي واقارنه بالسعر البادجتد، هطلع ب 9 دولار مباشره. تمام الاسعار الفعليه تجاوزت البادجت ب 10% يا حبيبي، دي اقل. تجاوزت البادجت ايه؟ ماشي الحال تمام زي الفل كده. فالاجابه طبعا هتبقى سي، الاجابه الصح سي. طيب السؤال 33 ده معمول لاي حد مذاكر فاريانس بشكل محترم من المثال اللي احنا شارحينه ومن اللي قعدنا نهاتي فيه، هيحل السؤال ده. هو انا ايه؟ بيقول لك افاكتور يوزس مش عارف ايه، وات از ذا فيكسد اوفر هيد افشنسي فاريانس. الله اكبر، هو اصلا في افشنسي فاريانس في الفيكسد؟ هو لا الفيكسد دي كوست درايفر ولا اللوكيشن بيز كوست درايفر عشان يكون ليه افشنسي فاريانس؟ مفيش افشنسي فاريانس في الفيكسد، مفيش برودكشن فوليوم فاريانس في الفاريبل، فالاجابه بكل بساطه زيرو. تمام راجل عسل اول ما الف السؤال ده. يلا بينا طب السؤال ده بقى يا باشا سؤال جميل جدا، اللي مألفه راجل يعني دماغه فلاني. بيقول لك الكنترولر بتاع الاوتيل لقى ان البير والاكسبنس بتاع الهاوس كيبنج ديبارتمنت كان انفيفرابل، يعني الاكتشوال اكبر من ايه؟ من اللي في البادجت، على الرغم من ان الوحدات اللي كانت في البادجت عن الاكشوال واحده. يعني عايز كانه بيقارن الفليكسبل بادجت بالاكشوال، يعني الفوليوم ما كانش ليه اثر كبير في الاوتبوت. جميل. تمام فبيقول لك افرزر انفستيجيشن هاز ريفيلد ذات، يعني عملنا بريك داون للفاريانس، لقينا الاتي: ان انا عندي unfavorable كان بسبب الافيشنسي، اتعمل له اوفسيتنج بحته فيفربل في الريت، تمام والهاوس كيبنج ديبارتمنت ده السكيلز بتاعت الناس اللي شغاله، وده تاني سؤال هنا في الاسئله بيفوكس على حته السكيلز دي، خلي بالك تمام في البادجت والتاني هنا، فده يوريك الدايركشن الجديد بتاع التاليف. ها حته كده ايه مهم. البيريتس ان ذا هاوس كيبنج ديبارتمنت كانت كالتالي: في الراجل الكباره المدير، تمام في السوبرفايزر، وتحتيه بقى ايه استاف على قده شويه، جيست روم اتندنت او الناس اللي بتساعد الطلبه. حلو. تمام طب ركز كده معايا، ركز كده في الكلام. انت عندك الافيشنسي انفيفرابل والريت فيفرابل، كانك جبت نجار من الرخيص تمام وريت معفش قوي تعبان شغلته مكان واحد اكسبيرينس اكسبيرينس اكسبيرينس. حلو. تمام فعمل لك ريت فاريانس جين بس ضربك هل اورز اكتر. طب ماشي نكمل. There are some dual rate supervisors in the department، يعني عندك حبه سوبرفايزرز بياخدوا dual rate. واحد يقول لي يعني ايه dual rate؟ ما درستهاش انا في الفاريانس دي. لا dual rate كده معناه ان الراجل ده ممكن ياخد 2 rates بيزد على تمام الشغل اللي بيعملها. فالنهارده تشتغل مدرس عربي ارخص، يقول لك اشتغل مدرس عربي طالما ايه هو موجود. فبيقول لك there are some dual rate supervisors في الديبارتمنت اللي بيدفع لهم اما الريت الاصلي بتاعهم سوبرفايزر او ياخد الريت بتاع اللي تحته تمام بناء على الشغلانه اللي هيعملها في بعض الايام. حلو الكلام. تمام تفتكر يا باشا الانفيفرابل افيشنسي فاريانس اللي ما اتعمل له حته اوفسيتنج من الفيفرابل فعمل معاك اند ريزلت انفيفرابل، تفتكر ايه البوسيبل اكسبلينيشن ليه؟ تفتكر ايه البوسيبل اكسبلينيشن ليه؟ اخد بالك تمام من السؤال؟ طيب معناها ان الشركه عينت الكو اوب ستودنتس اللي هم الجريد القليل جدا من النجارين من الناس اللي في الهاوس كيبنج بدل ما تعين ناس عندهم خبره. طب انا لو جبت واحد قليل الخبره الريت بتاعه عالي ولا قليل؟ قليل عينته مكان واحد اكسبيرينسد فهيعمل لك جين جين في الريت ولص في الافيشنسي. تمام الاجابه ايه؟ هي الصح والحمد لله رب العالمين. نعقب على الاجوبه المتبقيه كده سريعا. الشركه عينت الناس مكان الناس على قدها؟ لا، لا ده يعمل العكس. تمام معظم السوبرفايزرز اللي بياخدوا ديور ريت اتعمل لهم شغل ان هم ياخدوا يشتغلوا جيست روم اتندنت جوب. يعني انت عينت السوبرفايزر يعمل شغل حد اقل منه؟ ما انت لو عينت واحد سوبرفايزر يعمل شغل حد اقل منه هيضرب لك الريت ويحسن لك الافيشنسي. تمام الاجابه دي غلط. السوبرفايزرز وير سكيدولد عشان يعملوا سوبرفايزر جوب بنفس شغلانتهم، الكلام ده مش هيطلع اي افيشنسي او ريت فارينس. يطلع حاجة بقى تمام
طبعا سؤال محترم قوي 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 وصياغته يعني بص، عشان كده دايما اقول انت بتذاكر الكونسبت كويس جدا 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 وتخش الامتحان بتستخدم الكونسبت في حل السؤال. فانت لو قعدت تلف بقى تحل لي، بقول لي بحل بابلشر، بحل سي اي اي، بروح احل حبه اسئله مكسحه من اي بتاع، سيادتك في الاخر هيتبادر لذهنك في الامتحان الكونسبت. طيب سؤال سهل جدا بيسال على البرودكشن فوليوم فاريانس. البرودكشن فوليوم فاريانس هو الفرق ما بين اللام سم اماونت بتاع التكلفه الثابته اللي موجود في الاستاتيك والفلكسبل، يعني ممكن نقول تمام البادجت في الشركه دي بتتكلم في نص مليون دولار فيكسد كوست، حلو، تمام والابلايد. جميل. طيب جميل الابلايد التكلفه الثابته المحمله على المخزون طبعا بظل التكاليف المعياريه والابزوربشن كوستنج على تفصيل نبحنا صوتنا فيه. تمام انا انتجت كام كرسي فعليا؟ 55 الستاندر برودكشن تايم الالوكيشن بيز ايه؟ نص ساعه نص لكل، ساعة صح ولا لا؟ تمام في ريت معياري كام في الساعه؟ ما قالكش بس اداك الداتا اللي ينفع تحسبه بيها، 500000 على 25000 خمسة ساعه وعشرين يديك ريت عامل كام؟ 20 تعال نحسبها. في 55000 وحده في نص، في الريت المعياري 500000 على 25000 ساعه 20 دولار، اضرب تمام دول هيطلع لك 550000 دولار. ده معناها ان انت حملت على المخزون 550000 دولار اكتر من من اللي في الفلكسبل بادجت، الفرق 50000. طبعا لو واحد مش مدرك معنى الفاريانس ده ممكن في الامتحان يتلخبط هو فيفرابل ولا ان. تمام واضح؟ تمام قدامك احد حلين، احد حلين تمام للتصور عشان ترتاح. تمام انت النهارده في الاستاتيك بادجت الاصليه الدينيمينيتور ليفل كان كام ساعه؟ 25 فسيادتك كنت حاطط في البادجت الاصليه اللي انت تنتج كام كرسي؟ واحد قال لي ما قاليش، هقول لك، مش قال لك الكرسي بياخد نص ساعه من المكنه؟ تمام احنا كنا حاطين بادجت 25000 ساعه، تمام فسيادتك كنت حاطط في البادجت هتنتج كام كرسي؟ 50000، 50000 صح ولا لا؟ طب خمسين وشركتك مظبوط الاموره انتجت كام كرسي فعليا؟ 55 يبقى انا انتجت عدد كراسي اكبر من اللي موجود كان في الدينيمينيتور. تمام وبما ان دي تكلفه ثابته يبقى نصيب الوحده هيكون اقل أقل من التكلفه الثابته. تمام الفاريانس ده فيفربل. تمام الفاريانس ده ايه؟ فيفربل. تفرق والتصور الثاني ان سيادتك تكون عارف ان دائما ابدا لو الابلايد اكبر من الاستاتيك اللي موجود في الاستاتيك فهو فيفربل والعكس صحيح. تمام واضحه كده الفكره؟ تمام يا باشا انت ممكن تجيب الفاريانس ازاي بطريقه تانية؟ تقول انا كنت حاطط في الاستاتيك بادجت الاصليه 50000 كرسي ماشي والاكشوال 55، بالفرق الفرق بين 50 الدينيمينيتور وده 5000 كرسي، كل كرسي بياخد نص ساعه من النجار ادي 2500 ساعه، في 20 دولار يديك ال 50000 الايه تمام بتاعتك. وقلنا طبعا انها فيفرابل نتيجه ان البرودكشن الاكشوال اكبر من اللي موجود في الدينيمينيتور. تمام بس هنا الاجابه بي متكرره يا عم، غلطه مره ماشي. الاجابه طبعا ايه؟ دي. دي طبعا الراجل هنا حاسس ان هو قرفك في السؤال ده بيحاول يصالحك. تمام بيقول لك كل دي كلام زي الفل على الريسبونسبيلتي سنترز بتاعه الاوتيل بتاعنا، اكسبت ايه؟ الراجل بتاع الصيانه بنعتبره كوست سنتر، كلام زي الفل. مظبوط الراجل البياع بنعتبره بروفيت، لا اقفش. لا طبعا الكلام ده احنا حاطينه في السلايدز بتاعت الشرح صراحه. تمام الاوتيل مانجر بروفيت سنتر زي الفل، الريجونال انفستمنت زي الفل. مظبوط الاجابه طبعا الاكسبشن، الاجابه بي. دي طيب ده سؤال في الترانسفير برايسنج. يبقى احنا هنا من اول السؤال 36 خلاص خلصنا الجزء الاولاني في سيكشن سي الخاص بالفاريانس. من اول هنا بقى بنخش على الريسبونسابيلتي اكاونتنج والبرفورمانس ميجرز اللي هي مرتبطه بالمانجمنت كنترول. تمام طيب سؤال ترانسفير برايسنج، سيادتك لو مدرك المعنى اللي احنا شرحناه لبلوشر السؤال ده هيبقى بالنسبه لك عبيط جدا. بيقول لك الشركه ديت عندها بتبروفايد مينتنس سيرفيس، يعني خدمات صيانه، تمام في نفس الوقت بتصنع زيت مواتير عربيات. تمام الديفيجن بتاع الزيت بيبيع للناس اللي بتعمل الصيانه وبيبيع لبره. يبقى انت عندك هنا البياع ده بتاع الايه؟ بتاع الزيت. البياع ده تمام بيبيع اكسترنال وبيبيع انترنال انتني كده، تمام
والمنتج اللي بيبيعه ده يعني اشهر من نار على العالم في السوق. تمام الراجل هنا بيقول لك ايه السعر المناسب للراجل بتاع السيرفيس اللي هو المشتري بتاع الصيانه للزيت ده لو حب يشتريه انترنال، في حاله ان المدير هنا والمدير هنا الاثنين نت بروفيت، بيتحاسبوا على نت بروفيت. تمام عايز يقول لك ما ينفعش باي حال من الاحوال ان احنا نشتغل من غير مارجنز. هو عايز يقول لك كده. طيب انا النهارده كراجل عندي الفرصه ان انا ابيع لحد بره، ايه اللي انا اامله هنا من الشركه لو الراجل ده عايز يشتري مني؟ هقول له انا هبيع الماركت لحد بتاع بره، تمام اللهم الا لو، ركز بقى، اللهم الا لو انا كنت بتكبد نفقات بيعيه بره عشان ابيع للزبون اللي بره هتتوفر لي جوه. شحن وخلافه وكذا. الله ينور عليك، لاني هاتي لاخويا. تمام السعر المتصور هنا مبدئيا سعر السوق مطروح منه اي تكاليف بيعيه بيتكبدها البايع للمشتري الخارجي هتتوفر تمام لو هو. والاجابه ديت في غايه الوضوح هنا، وهي الاجابه الصحيحه للسؤال. حلو الكلام. تمام لكن هنا في قضيه السؤال ده لا يتحملها، انا عايز الفت انتباه ليها. كبست يا مستر. الله ينور عليك. تمام الكباستي، انا النهارده لو شغال ادفول كباستي، انا محتاجين الشركه لو انا عايز اعمل اعظم حاجه للشركه من الفيرم وايد برسبكتيف، فانا هتكلم على هو انت يا مشتري لو اشتريت من بره سلف كام؟ بتخسرني كام مقارنه بالفاريبل كوست بتاعت الراجل ده في تمام مقارنه الكونتريبيوشن مارجن الضائع من البايع في حاله البيع بره. ودي قضيه احنا تمام بنتكلمها بشيء من التفصيل في المحاضرات الاصليه، لكن هنا الامر لا يتحمل، الامر بسيط جدا. انت تمام سيادة، وكمان هو بيكلفك هنا من وجهه نظر المشتري، انت كمشتري تحب تشتري بايه؟ تحب اللي انت تشتري من بره زي ما بره. بس قال لي شوية. ما اتظلمتش. واحد يقول لي طب ليه ما ناخدش الفول كوست والكلام ده؟ لان ممكن تبقى الكوست هنا لو انت اخذت نصيب من الالوكيتد ولا شلته ممكن تخش في دايليمت ان انت يتنقل لك ان افشنسي عايزها. لقطت الفكره؟ فالانسب تمام ليك الماركت سيلينج برايس مطروح منه اي تكاليف انت هتوفرها على البياع بتاعك اللي جوه شركتك. واضح الكلام؟ تمام طيب سؤال هنا على الترانسفير برايسنج، لو سيادتك ركزت في المحاضره الاصليه هتحله وانت نايم. تمام انت النهارده عندك تو ديفيجنز، بيتا ودلتا. بيتا ده البياع. حلو. ماشي هو السؤال بيقول لك ايه التوتال امباكت، لازم تقرا السؤال. دلتا بيتا ده البياع بيبيع للناس بره ب 29. طب تعالى نحط تمام كده ونجيب ارقامنا. بيتا البياع بتاعي بيبيع للاكسترنال كاستمر ب 29 والفاريبل كوست بتاعته 18، بتتكلم بيدخل لشركتي الجميله كونتريبيوشن مارجن من البيع الخارجي 11 حضور دولار. تمام حلو الكلام. والفيكسد كوست بتاعته irrelevant بالنسبه لي هنا. الراجل ده شغال بفول كاباستي، يعني هو زي الفل يعني عليها لو حب يدي لاخوه هيضطر يضحي على مستوى كل وحده بكام؟ ب 11 ب 11. المشكله ان اخوه دلتا ده بيشتري من بره، بيشتري من بره ايه؟ ب 26. 29 فبعت ايميل للشركه، لا تخيلي يا شركه بشتري حاجه من بره ب 26 بتكلفنا النهارده فاريبل كوست 18، تخيلي يا شركه انا ما بشتري من بره بخسر شركتي الجميله 8 دولار مع كل هاي واحده بتجيبها. فالشركه طبعا هتقلب على مين؟ على عم بيتا. ده يا عم بياع. فبيتا قال لهم يا جماعه انا ببيع اصلا للناس بره، بدخل للشركه 11 وعمه ده بيخسر 8، فانا النهارده لو اديته هو وانا شغال بفول كاباستي هضطر اضحي ببيع بره، هخسر شركتي كونتريبيوشن مارجن لكل وحده 3 دولار. والراجل ده بيتكلم اللي عايزني احول له 19900 حته، يعني هخسر شركتي كام؟ 59700. الاجابه هتبقى دي، والقرار الامثل هنا هنقول للعم دلتا ده اشتري من اشتري من بره. بره. واصل كده الكلام؟ تمام تمام يا حبيبي، يبقى الاجابه دي. دي طبعا المثال اللي انا شرحته بتاع بلوشر الناس بتوصيه من الرحم بتاعه اصلا. مس اللوكيشن، تعالى بقى نشوف السؤال ده. السؤال ده بيسال في البرفورمانس على قضيه الالوكيشن بتاعت الكومن كوست. تمام واحد يقول لي ايه الكومن كوست؟ اقول له لا احنا محتاجين نذاكر، احنا بقى كده محتاجين نذاكر. الكومن كوست هي مصطلح موست لايكلي
بيطلق على التكاليف بتاعت الهيد كوارتر اللي بيتعمل لها اللوكيشن على البيزنس يونتس المختلفه، على الريسبونسابيلتي سنترز المختلفه، على اللوكيشنز بتاعت الشركه المختلفه. جميل. تمام. وبالتالي التكلفه ديت بتبقى ان كنترولبل بالنسبه للراجل اللي بيلبسها. حلو. تمام. المصطلح ده بيطلق على حاجه تانيه في المنهج؟ اه، بيطلق على الجوينت كوست في سياقات الجوينت كوست. تمام. لكن جدا من المصطلح هنا ان احنا بنتكلم على مدير بيلبس في حته من الهيد كوارتر كوست كومن اللوكيتد على دماغه. فالراجل اللي بيألف السؤال بيقول لك ايه؟ مثال لوكيشن. يسأل اللوكيشن بتاع الكومن كوست ديت على المديرين ممكن يعمل ديستورشن وانت بتقيم ادائهم امتى؟ اما تكون التكلفه ديت مقارنه باجمالي التكاليف قليل، لا لا يبقى انسيجنيفيكانت، تمام الاثر بتاعها هيبقى انسيجنيفيكانت، فمش دي تمام الاجابه. السبورتنج اكتيفيتيز اللي هي بترمي معاك التكلفه ديت اللي هي تو بي الوكيتد عليك، تكلفه الاي تي المحمله عليك، تكلفه الليجل المحمله عليك، تكلفه الاكونتنج والريبورتنج المحمله عليك، الكلام ده السبورتنج اكتيفيتيز ار ريلاتيفلي هوموجينيوس اكروس البرودكت لاينز. ما هي لو هوموجينيوس اكروس البرودكت لاينز ده معناها ان هي هتبقى شبه متساويه، تمام مش هتمثل لي مشكله في تقييم اداء محمد عن زيد عن عبيد. لكن السبورتنج اكتيفيتيز لو كانت ريلاتيفلي هيتيروجينيوس في الحاله ديت هيفرق جدا التكلفه المحمله عن زيد عن عبيد. يعني كل واحد لو حسب. في مسال لوكيشن واحد يقول لك انا مالي انا بكل التكاليف دي، ده معظمها مرتبط بالزيت مش بتاعتي، فتعمل لك مصيبه كبيره، تعمل لك ديستورشن رهيب. الاجابه دي ملهاش اي علاقه بالموضوع، الراجل حاططها لك في الامتحان، تاخد بالك من الغلطه ديت في الفايل بتاع الاي سي ام اي. كله بيه. ماشي ماشي الحل، وبناء عليه الاجابه تكون سي. ماشي الحل. تماما. طيب السؤال ده بيسأل على الكومن كوست الوكيشن، التو ميثودز اللي احنا شرحناهم من خلال مثال هورنجرين. بيقول لك هنا واحد يقول لي انهي طرق؟ هقول لك الكومن كوست الوكيشن بيتعالجوا بطريقتين، طريقه الستاندالون ميثود وطريقه الانكريمنتال. تمام طريقه الستاندالون ميثود بكل بساطه بتعملهم، بتاخد الكومن كوست وتوزعها نسبه وتناسب ما بين اليوزرز اللي بتستخدمها. تمام اما الانكريمنتال قلت لك في كي وورد مهمه جدا واحنا بنشرح، قلت لك لازم برايم ان في برايمري يوزر تمام هياخد التكلفه اللي كانت عليه لوحده لو كانت السيرفيس هتتعمل لوحده هو بس، تمام ونتيجه ان هي اتعملت للاثنين فالانكريمنتال بورشن هياخده السكندري يوزر على تفصيل شرحناه هناك. تعال بس نشوف تمام السؤال عايز ايه. بيقول لك ان اي تي اناليست اليو اس هوتل مانجمنت كومباني نيدز تو ترافل تو تو، ده نفس المثال اللي شرحناه في الحصه بتاع هورنجرين بالظبط. تو ترافل تو تو سبسيدري اوتيلز ذات ار لوكيتد في لوس انجلوس سيبريت راوند تريبس، هتكلف الشركه طبعا 600 في 500 ب 1100. ماشي. تمام الاي تي اناليست ديسايد تو كومباين الحاجتين دول مع بعض ويكلفونا بس 800. تمام الشركه كونسيدر ان الاوتيل ده هو البرايمري، يبقى انت هتشتغل باني اسلوب؟ الانكريمنتال. انكريمنت يبقى الاجابه الصح بي. ماشي الكلام. تمام خلينا نستغل المثال ده ونوريك ازاي هتشتغل. لو انت تشتغل الستاند الون هتقول 800 في 600 على 1100، 800 في 500 على 1100. تمام ولو هتشتغل انكريمنتال هتالوكيت على البرايمري 600 وما زاد اللي هو ال 200 200 بتاع الثاني. تمام الف مبروك كده، ايه شرحنا لك الطريقتين في دقيقه. طيب معانا سؤال هنا في البرفورمانس ميجرز الكاستمر بروفيتابيلتي، نقطه اساسيه في السي اس او بتاعت المنهج. تمام دي من الحاجات اللي جلايم اما جه شرحها شرح مقتضب جدا وفيها توسع موجود ان شاء الله هتلاقيه في بارت 2 ان شاء الله. بس تمام خلينا نسال السؤال، الشركه دي ديسايدد تو بيرفورم كاستمر بروفيتابيلتي اناليسيز عشان عايزه تعمل بريوريتيز كده مين الاحسن وهكذا، وبالتالي توجه انشطتها البيعيه السنه الجايه. جميل جدا. جابت محمد وزيد وعبيد دول الزباين بتوعنا، كل واحد بيحقق جروس مارجن معين عندنا قدرة على حسبته بكل سهولة، والكومن كوست بتاعتنا بنتكلم في كوربريت ادمن نص مليون وكوربريت سيلينج مليون، والكلام ده irrelevant. جميل. تمام هيقول لك ليه؟ بيسلك في الامتحان حضرتك. بيست على الاناليسيس ده الشركة شود ايه؟ طب اول حاجة انا عايز اقول بقى معلومة في غاية البراءة،
اصلا لو رحنا للجلايم اللي هو شارح هنا ومش شارح حاجه اصلا، بيقول لك الكاستمر بروفيتابيلتي اناليسز بيمكن المانجمنت الجميله ان هي تاخد قرارات يا ترى تخلي الزبون ده يكمل معانا ولا لا. حلو. تمام مبيعات ماينس الكوجز، هل اكتفينا واحنا بنعمل الكاستمر بروفيتابيلتي بالمبيعات ناقص الكوجز؟ الاجابه لا. ليه؟ لان في تكاليف مرتبطه بسبيسيفيك كاستمر، الزبون ده مشي مش هتحصل، تمام وبالتالي فالتكلفه ديت المرتبطه بالكاستمر دي من منظور اخلي الكاستمر ده معايا يكمل ولا اخلي اسيبه هتبقى ريليفنت كوست. عشان كده تمام التحليل عباره عن مبيعات ماينس الكوجز، ما ده الطبيعي، ماينس الاذر ريليفنت اللي مرتبطه بمحمد، الريليفنت كوست بتاعت عبد الله لقط الليله. تمام وبالتالي لا يمكن ابدا تصور شركه بتفكر تعمل بريوريتيز للكاستمرز الا لما تاخد البيج بيكتشر. تمام مبيعات الكراسي ماينس الكوجز بتاعت الكراسي، ده الطبيعي، بس فين السبيسيفيك كوست بتاعت محمد وزيد وعبيد؟ امال هو كاستمر بروفيتابيلتي اناليسيز من اي برسبكتيف حضرتك؟ فالراجل اللي عامل الاناليسيز هنا فين السؤال الامتحان؟ عامل اناليسيز سيء جدا، مبيعات ماينس كوجز، هو انت تعرف تطلع بكونكلوجن؟ لا ما تقدرش تطلع بكونكلوجن اصلا. وصلت الفكره؟ تمام فالشركه المفروض تعمل ايه؟ تعمل برايتورايز لكاستمر سي وتخليه هو على المقدمه عشان بيدخل مليون دولار مقفوله؟ عشان رقم اكبر يا ابني، فين السبيسيفيك كوست؟ ما انت ممكن تكون بتديله مصاريف كبيره عشان خاطره. مش احنا قلنا واحنا بنشرح الاي بي سي ان التكاليف ليها كوست هيراركي؟ تكاليف تمام بتحصل على مستوى الوحده، وتكاليف بتحصل على مستوى الباتش، وتكاليف بتحصل على مستوى البرودكت، وتكاليف بتحصل على مستوى الفاسيليتي، وتكاليف بتحصل على مستوى الكاستمر. تمام الله ينور عليك. افرض الكاستمر ده بيلبسك في تكلفه كبيره جدا عشان خاطر سواد عيونه، فممكن على مستوى البوتوم لاين بتاعه هو ما يبقاش احسن واحد. تمام لو انت في الحاله دي مش هتعرف تفاضل سي، ولا هتعرف تقول اللي احنا ندروب بي، ولا هتعرف اللي انت تقول ولا ايه. طب ايه المطلوب بالشركه تعمله؟ تعمل اناليسيس محترم. يعني تعمل ايه؟ يعني تكالكوليت الكاستمر سبيسيفيك اكسبنس يا باشا عشان تعمل اناليسيس كاستمر بروفيتابيلتي محترم. لقط الفكره؟ تمام فالسؤال بيسأل على اصل المفهوم، اصل الكونسبت. ماشي الحل؟ تمام طيب السؤال 42 ده على الار واي والار اي، في حته تمام بشرحها قلت لك زي اسمك، قضيه الجول كونجروينس، قضيه في غايه الخطوره. تمام ادي بس كلام سريع كده، الار واي عباره عن نسبه برسنتج تمام اوبريتنج انكم على الانفستمنت تمام كل التوتال اسيتس. الريزيدوال انكم الدخل المتبقي عباره عن اوبريتنج انكم ماينس الريكوايرد ريت اوف ريتيرن، قول الكوست اوف كابيتال، ريكوايرد ريت اوف ريتيرن ايا ما يكون، مضروب في الانفستمنت فهو دولار اماونت. تمام فبيقول لك السبب الرئيسي اللي يخلي الشركه بتغير الميجرمنت تول من الار او اي وتروح للار اي، تفتكر عشان خاطر ايه؟ ان الار او اي بتفيفور اللارج يونتس، على عكس ده الار اي هي اللي هتفيفور اللارج يونت لاني بتشتغل على الدولار اماونت زي ما شرحنا بالظبط. تمام فالنهارده لو عندك انفستمنت ب 10,000 دولار، حد بيطلع منه انكم ب 1,000 دولار، وحد عنده انفستمنت ب 3,000 دولار بيطلع منه انكم ب 500 دولار، فانت هتفيفر الكبير بالار اي. فهمت؟ تمام الله ينور عليك. على الرغم من ان الثاني الافشنسي بتاعته في استخدام الكابيتال افضل، فالاجابه دي غلط. الريزيديوال انكم بيحط نون فاينانشال، اسف ده البالانسد سكور كارد. الار اي افضل عشان بتيفالويت الناس اللي احجامها مختلفه، بالعكس الار او اي هتيجي تقول الراجل ده عمل 10% والراجل ده سايز اقل بس عامل كام؟ عامل اكتر من 10% بكتير. تمام واضح؟ واضح النسبة الاجابه دي غلط. الجول كونجروانس افضل في الار اي طبعا. واحد يقول لي طب ليه؟ ليه دي شرحناها بمثال بالتفصيل في الشرح الاصلي بتاعنا في مثال هورنجرين، ولكن انا عايز الفت انتباهك لنقطه في غايه الاهميه. الار اي مبنيه على فكره ان المدير هيتقيم بشكل يجبره عشان يحقق مصلحته،
يجبره ياخد اي مشروع، اي مشروع بيجيب ريكوير، بيجيب ريتيرن اكبر من الريكوايرد بتاع التوب. تمام على تفصيل طبعا شرحناه، مش هينفع نشرحه هنا لان هيبقى كتير جدا. ماشي الحال؟ تمام لو حد سمع الشرح الاصلي هيلاقي ان الموضوع مبني على مثال هورنجرين. طيب السؤال ده بيسال على الريزيدوال انكم، بيقول لك الشركه دي النهارده بتتكلم في اصول عامله 825000، طب ما تيجي نحطه على اكسل لاي. الشركه دي تمام بتتكلم في اسيتس عامله 825000، يبقى هنكتب كده الانفستمنت بتاعتي عامله كام؟ 825 825000 دولار، وبكسب انكم اوبريتنج انكم عامل 230000 دولار. 230 ألف حلو. الشركه بتقيم استثمار، هتضطر تزود الانفستمنت بتاع الشركه بكام؟ ب 160000 160 دولار ألف عشان يدخل لك مبيعات. تعالى بقى نحسب ايه الاديشنال انكم اللي هيجي لك عشان تمام تدخل لحد 160000 بكونتريبيوشن مارجن ريشيو عامل كام؟ عن 70% 100%، وفيكسد كوست عامله كام؟ 42000 يبقى الاوبريتنج انكم بتاع المشروع الجديد لوحده هيدخل لك كام؟ 70 70000. حطها هنا. تمام انا بس هنا عايز اكتب ايه؟ ده البري. واحد يقول لي بري يعني ايه؟ ده قبل القرار بتاع الاستثمار. تمام ده الانكم بتاعك وده الانفستمنت. المشروع لوحده النيو انفستمنت هيرمي معاك كام؟ المبلغ ده كايه؟ اوبريتنج انكم وده استثمارك. تمام فانا النهارده عايز احسب الريزيديوال انكم بتاعي. انا النهارده ماشي بنجوي ريزيديوال انكم كام؟ الريزيديوال انكم ما هو الا، ركز، تمام الانكم ماينس نسبة مضروبة في المقام. النسبة دي مديها لك جيفن بكام؟ 14% يبقى النسبة دي تضربها في الانفستمنت بتاعك بتتكلم في 115000 دولار. فانا النهارده بجيب دخل متبقي، دخل اصلي من قائمة الدخل ب 230 ناقص اللي احنا بنطمح فيه كتوب مانجمنت 115، يبقى انا بدخل ريزيديوال انكم النهارده كام؟ 114500 ده قبل ما اخد القرار الاستثماري. اجري؟ أجري طيب النيو انفستمنت احسب لي الدخل المتبقي بتاعه، هتقول لي عباره عن الانكم ماينس نسبه في المقام، ادي النسبه مضروبه في المقام، يبقى المشروع الجديد بيدخل لي لوحده 47600 صح؟ المشروع الجديد خلي بالك بيدخل 180 مش 160. فالانكريمنت الريزيدوال انكم بتاعه هيبقى 61000 دولار. تمام حلو الكلام؟ طيب بص بقى اللي مؤلف الاجوبه راجل عامل دماغ. اقرا السؤال كويس. What would be الريزيديوال انكم السنه الجايه لو احنا قررنا ناخد المشروع ناخذ الجديد ده؟ الريزيديوال انكم بتاعتنا كانت 114، هتزيد ببوسه هوصل ل 176. حلو الكلام؟ تمام فالراجل اللي عنده سؤالين ممكن يسالهم لك في الامتحان، يقول لك الانكريمنتال اللي هيزيد على الريزيديوال الاجابه هتبقى ايه؟ تمام سيادتك تسرعت وخدت الكرنت بس، فانت رايح الامتحان مش نايم كويس، هتاخد الاجابه بي. تمام قريت كويس هتاخد الاثنين مع بعض يديك الاجابه سي. تمام 314 دي بقى مش محتاجين ندور تفسيرها. ماشي كده؟ تمام طيب ده سؤال كبير على الفاضي، فمش كل سؤال كبير في الامتحان بطننا توجعنا. تمام سؤال زي ده كبير جدا تعمل ايه في الامتحان؟ أرى بص مطلوب سريعه كده، بص عليه بصه سريعه كده، جايب لك ايه؟ جايب لك بي اند ال اهي، وجايب لك نيت بوك فاليو، ادي الميزانيه، وجايب لك 3 فروع صح؟ تمام وبيقول لك الشركه بتريكواير ار او اي كذا خلال السنه ال5 سنين اللي فاتوا، عايزين نكسب كذا وعايزين نكمل. ماشي؟ تمام بيقول لك ايه من الحاجات دي مظبوط؟ ايه من الكلام ده مظبوط؟ اجوبه مفتوحه، تمام هتقرا الاجابه تعرف انت محتاج تحسب ايه. المطعم A و B are not performing كذا with the ROI requirement because they have residual income كذا and كذا. يبقى سيادتك عرفت من السؤال ان انت محتاج تحسب الايه؟ الـ ROI. تمام المطعم A و B not performing مش عارف ايه لان الريزيدوال انكم كذا وكذا. الثلاثه عندهم بوزيتيف ار اي، سي نوت بيرفورم. مهم يعني انت هتطلع في الامتحان بنتيجه بكل بساطه ان انت محتاج تحسب الار اي. تمام حلو الكلام؟ تمام طيب الار اي عباره عن ايه؟
عباره عن البسط بتاع الار او اي اللي هو الاوبريتنج انكم. يبقى انا في تمام الامتحان هعمل كده هايلايتنج على كلمه اوبريتنج انكم. واحد يقول لي بس اشمعنى مش نيت انكم؟ ما احنا قلنا بقى الكلام ده محدد من قبل الناس اللي بتحط الامتحان. تمام اشتغل على الاوبريتنج انكم ماينص نسبه. واحد يقول لي فين النسبه؟ الشركه بتريكواير اهو، ادي الريكوايرد ريت اوف ريتيرن ده انا عايز منه 13% وده انا عايز منه 10% وده انا عايز منه 16%. تمام يبقى الار اي، تعال بقى بص كده ركز معايا ركز معايا، يبقى الار اي بتاعت المشروع الاولاني هتبقى عباره عن 210 ناقص نسبه كام في الميه؟ 10%، 10 احنا 13 13% تمام في المقام. ايه المقام؟ الاسيتس، لا مليون مليون و500 توتال اسيتس. ماشي نكمل تمام بقى بعد كده الثاني 110 ناقص نسبه، النسبه كام؟ 10% 10% المقام ابو مليون. الثالثه 260 ناقص نسبه اللي هي 16% تمام مضروب المقام ابو كام؟ مليون مليون و700. و800 يبقى الريزيدوال انكم بتاعتي كام؟ تعالى بقى ناخد البتاع ده كده ونخش بيه على اكسل لاين نخلص منه. تمام ماشي الحال؟ تعالى بقى ناخد دي كده ونخش بيها هنا كده. كده اهو 210 110 260 نسبة 13% مضروبة في كام؟ مليون ونص. مليون و500 10% مضروبة في كام؟ مليون. مليون 16% في كام؟ مليون و700 يبقى أنا النهاردة الاستثمار الأولاني بيجيب لي دخل متبقي 15 والتاني 10 والتالت أوبا التالت قالب. التالت إيه؟ التالت قال إيه؟ يبقى إحنا محتاجين نقرأ الأجوبة. بيقول لك الريزيدوال انكم 36 و20 غلط، الريزيدوال انكم 5 غلط. ماشي؟ 21 التمويل 10 بوزيتيف و15 ار اي 21 غلط. غلط ماشي؟ يبقى الاجابه او دي. ماينس 12 ايه ماشي؟ يقول لك الريستورات الثالث بيجيب نيجاتيف ريزيدوال انكم 12. وخلي بالك الريزيدوال انكم اما بيكون قالب ده معناه ان الار او اي بتاعت الراجل ده مش معديه لايه؟ مش معديه المينيمم ريكويرمنت. تمام يعني النهارده لو رحت للمشروع السي ده وقلت له ممكن تقول لي الريزيدوال انكم الار او اي بتاعتك كام؟ هيقول لي انا بدخل اوبريتنج انكم 260 على استثمار بكام؟ بمليون و700. تمام ماشي الحال؟ والمانجمنت طالبه منه كام؟ 16 16 وهو بيحقق كام؟ 15 ضبط الليله. تمام ال 12 دي الديفرنشال، الفرق بالانخفاض. تمام يا بادي السؤال 45 ده بيسأل على قضيه مطلوبه منك صراحه في نطاق السي اس او تحت البرفورمانس ميجرز اسمها انفستمنت بيز ايشوز، ودي بتاثر على المقارنه ما بين الشركات اللي بتطبق سياسات محاسبيه مختلفه. فانا تمام النهارده نسبه الار او اي بتاعتي او الار اي هتكون متاثر بارقام المحاسبين. فلو تمام شركه بتتبنى اللي هي تهلك المكن على اكسلريتد ديبريشيشن كطريقه هتعجل بالاهلاك وبتشتغل باجريسيف بوليسي مثلا، على عكس شركه تانيه بتعمل ستريت لاين وهكذا على تمام طول. يقول لك شركه شغاله في صناعه كابيتال انتنسيف يعني مليانه مكن، يعني حساب الديبريشيشن على سبيل المثال رقم. تمام الشركه دي اذا كومباني ايفالويتس اتس هولدنج باي كومبيرنج الانيوال ريتيرن، بتشوف الار واي اجينست الافريج بتاع الاندستري. الكومباريزونز دي هتكون زي الفل فاليد از لونج از الكومبانيز اللي انت بتقارن بيها شغاله بنفس السيميلر ريفينيو اند اكسبنس ريكوجنيشن بوليسز. صح ولا لا؟ مظبوط لان استخدام الديفرنت بوليسز الاكسبتابل من قبل الجاب مايت تعمل ايه؟ مايت ديستورت الكومباريبيلتي اوف ريشيوز. اه طبعا بسبب اختلاف الكاش فلو. اسف، هو ايه دخل الار او اي حسبته
بالكاش فلو. كاش فلو. الار واي عباره عن اوبريتنج انكم على انفستمنت على اسيتس. تمام فالاجابه ايه؟ طارت بسبب الايه؟ البق اللي ملوش اي لازمه. تمام المقارنه might result in higher overall income if aggressive policies are used. عارف ايه المعنى؟ الاجريسيف بوليسي معناها اللي انت بدل ما تهلك المكنه على 10 سنين تهلكها هتقوله اجريسيفلي على 8 اكسلريتد. سنين تمام فما يديش انكم اعلى. تمام هيعمل كوزنج تايمنج ديفرنس ان انكم ريكوجنيشن. هو ده الاجابه. ليه؟ لان انت عندك مكنه ب 10 جنيه، بتهلكها على 5 سنين قسط ثابت، تمام وعندك المكنه دي هتهلكها اكسلريتد على 3 سنين، فالفرق على الاهلاك المستوى السنة هيخلف، بس ولا تايمنج ديفرنس؟ التايمنج ديفرنت. تايمنج ديفرنس. فده هيعمل لك تايمنج ديفرنس في الانكم ريكوجنيشن. واضح؟ تمام اعمل اوفر استيميشن للاوفر الانكم. لا طبعا ملوش اي علاقه بالاوفر استيميشن، لان القضيه قضيه تايمنج ديفرنس. تمام واحد يقول لا انا هشتغل اوفر اول، هظبط الاوفر اول انكم بتاعي عن طريق الستريت لاين. لا لا، عن طريق الاكسلريتد. ما كانش حد غلب يا حبيبي، هي تمام قضيه تايمنج ديفرنس. تمام فسؤال عبيط يعني. طيب ده سؤال على البالانس سكور كارد. ركز بقى في الطريقه اللي انا هقول لك عليها عشان ايه ما تتوهش كتير. تمام اسئله كتير جدا بتجيب لك مجموعه من الكي بي ايز ويقول لك صنفها لي يا حبيبي. البالانس سكور كارد اصلا عندك مكونه من 4، واحده فاينانشال وثلاثه نون. تمام بما ان انت في الغالب راجل محاسب، في الفاينانشال هتعرف ايه تصنفه. ماشي لكن انت عندك بقى كاستمر، وعندك انترنال بيزنس بروسيس، وعندك ليرنينج اند جروث. حلو الكلام. تمام جميل. الليرنينج والجروث يعني سيادتك بتنفست في البيبل والسيستمز. ماشي الانترنال بيزنس بروسيس يعني سيادتك بتظبط المطبخ بتاع جوه، بتقلل الوحدات المعيبه، بتظبط الاوفر هيد، بتظبط تكلفه الماتيريال، بتتعامل مع سبلاير نظاف وما الى اخره. والكاستمر اللي هو مدى رضاء الايه؟ الزبون في الاخر. تمام والفاينانشال انت على درايه بيها كبيره. انا عايزك تقول لي ايه من الحاجات دي يقع فين في الانترنال بيزنس بروسيس. رقم واحد، ليد جينيريشن ريت اند بروسيس اي بروسيس داون تايم. هنفترض ان انت قريت دي مش عارف تصنفها، سيبك منها. نعم نمبر اوف تكنيكال سبورت انكويريز اند برسنتج اوف برودكت ديفكتس. اوبا، وحدات معيبه هتقعد معاها فين دي؟ في الانترنال بيزنس بروس الله ينور عليك. ار او اي، فاينانس فاينانشال، انترنال بروموشن للناس اللي شغاله. لينا نجروس حلو قوي. يبقى دي غلط، ودي فاينانشال غلط، وديت عارف انها مرتبطه بالوحدات المعيبه. الوحدات المعيبه اللي هي واقعه مين؟ في الانترنال بيزنس من بروسيس. البيزنس. واحد يقول لي بس في نمبر اوف تكنيكال سبورت انكوايرز، ما انت ما بتطلع حاجه من المطبخ فيها مشكله، كل شويه هيبقى عليها انكوايري، صح ولا لا؟ أكيد الله ينور عليك. ليد جينيريشن ريت اند بروسيس داون تايم. اصلا المصطلح ده اي حد بيدرس ماركتنج عارف ايه معناه. تمام كلمه ليد، كلمه ليد هنا في السياق ده بيعنوا بيها ايه؟ بيعنوا بيها الشخص اللي هو انترستد، اللي هو يشتري البرودكت بتاعك. تمام حلو. اي حد انترستد بالبرودكت او السيرفيس اللي انت بتقدمها، بس تمام هو النهارده لسه مش كواليفاي اللي هو يبقى ايه؟ كاستمر. بس فسيادتك بتصرف مصاريف على الناس ديت عشان تولدهم، تمام وبعد كده بتعمل فولو اب معاهم، فبتصرف مصاريف. فاهم؟ تمام فالكي بي اي بتاع الليد جينيريشن انت الى اي مدى عمال تعمل جيننج للبوتنشال كاستمر. تمام. ده واقع تمام في الكاستمر ساتسفاكشن، في الكاستمر برسبكتيف. واضح الكلام؟ تمام يا باشا طبعا لو انت عارف ده يبقى خلاص، ما كانش هتحلها عن طريق الكلمه ديت بالانترنال بيزنس بروسيس. واضحه تمام كده؟ واضحة طيب احنا كده بفضل الله عز وجل، انا شايف من اول هنا كده ابتدينا نخش على الكوستنج الكوستنج. فنوقف الفيديو ده على كده، ونخش من الفيديو الجاي ان شاء الله على سيكشن دي. تمام سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. خلاص، نراك على خير. سلام.